مرحبا بكم مشاهدي لودا جي تي في ومستمعي لودا جي راديو. اليوم مع حلقة جديدة من زاوية 90، كما عودناكم نستضيف باحثين في المجال الرياضي للحديث على مجموعة من المواضيع ذات الطابع العلمي البحثي والتي لها علاقة بطبيعة الحال مع الرياضة. اليوم نستضيف الأستاذ الباحث في معهد علوم رياضة بسطات التابع لجامعة الحسن الأول اللي هو أيوب كوطايا، وهو دكتور في علوم الرياضة، استشاري وباحث في التدبير الرياضي وتطوير المنظمات الرياضية. اشتغل كمدرب ومعيد بدني سابق بنادي الوداد بمركز التكوين، ثم جاور فريق اتحاد رياضي الشفشاوني لفئة الكبار. له عدة مساهمات علمية في المجال البحثي، تخصص التدبير الاستراتيجي لأندية كرة القدم، وثم تجربة كبيرة على مستوى النصف الرياضي والتدريب. سي أيوب، مرحبا بك معنا اليوم في الزاوية 90. شكرا أخي أحمد، شكرا على الاستضافة في القناة ديالكم لو دي جي. نتمنى إن شاء الله نكون في الموعد وتكون استفادة للجميع إن شاء الله بطبيعة الحال، ونحن كذلك سعداء باستضافتكم مع مجموعة من الباحثين اللي مروا معنا، ونحن نطمع بطبيعة الحال في استضافة العديد من الأطور التي ستزود المستمع والمشاهد بأفكار جديدة حول الرياضة بطبيعة الحال. اليوم الموضوع ديالنا سي أيوب هو مرتبط بالتكوين لدى الفئات العمرية الصغرى، يعني لي جون فوتبالور، وانت بطبيعة الحال عندك تجربة كبيرة في هذا المجال. شنو يمكن لك تقولنا اليوم على هذه الفئة الصغرى العمرية التي تمارس كرة القدم؟ ملي كنتكلموا على تكوين ناشئين وتكوين لاعبين في كرة القدم، فكنتكلموا على مشروع كبير اللي هو ديال اعداد النخبة، اعداد لاعبين في مستوى العالي. هاد اللاعبين خصو يكونوا عندهم ملكات وقدرات تقنية، وأيضا يكونوا في واحد المستوى من الجودة عالي اللي يقدروا يمارسوا به في واحد المستويات ديال متنافسية عالية جدا، سواء داخل المغرب أو خارج المغرب. أهمية التكوين اليوم كنشوفوه كورش اللي واخدة على عاتقها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كورش تنموي، كورش ايضا لتعزيز المكانه ديالها على المستوى الساحه الدوليه. وحنا شفنا الانجاز الاخير ديال المنتخب الوطني في قطر، شفنا كاين هذا الانجاز عطانا واحد الحماس، عطانا واحد الدفعه، عطانا واحد توجه جديد ديال المضي قدما في تطوير اللعبه على المستوى الوطني. طبيعة الحال هو سي أيوب، يعني احنا ملي كنهضروا على مراكز التكوين احنا غادي طبيعة الحال نتهدوا على كرة القدم، ولكن المراكز التكوين في شموليتها، يعني انتم بحكم التجربة ديالكم سواء على المستوى الممارسة وحتى على مستوى التكوين العلمي، بغينا نشوفوا غير شنو هي الجودة ديال التكوين في جميع الرياضات، عاد ندوزوا يعني طبيعة الحال كرة القدم اللي غنفصلوا فيها. ملي كنتكلموا على أهمية التكوين اليوم في المغرب أو في أي بلد، بني على واحد خمسة أربعة أسس. الأساس الأول اللي ملي كنهضروا على التكوين بني على الرغبة والإرادة، ديال الرغبة والإرادة هاد المقررين في الشأن الرياضي. لي ديسيدور سبورتيف، يعني ديسيدور مقررين في الشأن الرياضي. يعني واش فين عندنا الإرادة، واش عندنا الرغبة فاش باش نمشيو في هذا التوجه في السياسه الرياضيه ديال تكوين الناشئين وتكوين اللاعبين في جميع الرياضات. غنقطعك السي ايوب باش نزيد نشرح للمشاهدين، هو يعني لي ديسيدور، يعني الناس اللي كيوجدوا استراتيجيه رياضيه او سياسيه رياضيه مرتبطه بطبيعه الحال بالحكومه والبرلمان. باش نزيد نفصل شويه زعما السي ايوب، سمح لي على المقاطعه. صحيح الطرح ديالك اخي احمد، صحيح الطرح ديالك اخي احمد راه صعيب، لان لي ديسيدور لا بوليتيك سبورتيف راه كتجي من الفوق، ياك يعني من لو سيستيم، وعاد كتمشي كنزلوها على مستوى استراتيجيات واهداف الى اخره. دونك هذه الاول، العامل الثاني يعني على مستوى اهميه التكوين هو المناهج البيداغوجيه والرياضيه. ما يمكنش نتكلموا على التكوين لاعبين الا ما كانش عندنا مناهج بيداغوجيه
واضحة المعالم بشنية المقاربات البيداغوجية اللي غنستعملوها في جميع المراحل السنية وشنية هي لزاكسيون سبور يعني شنية هما لبروجي سبورتي شنية المشروع الرياضي علاش مبني أكيد من غنتكلموا على المشروع الرياضي كنتكلموا على الأربعة ديال الأسس ديال الإنجاز الرياضي كنتكلموا على ما هو تقني ما هو تكتيكي ما هو يعني أتليتيك يعني فيزيك وكنتكلموا على المستوى الاعداد الذهني ديال اللاعبين هاد ربعه وهادوك في اي جميع ديال جميع المراجع الدوليه سواء المراجع ديال التكوين ديال المدربين فكلهم كيتكلموا على هاد النقط. كاين ايضا العامل الثاني اللي هو مؤسسات التكوين هما الاكاديميات مراكز التكوين اللي كيشتغلوا على هذا المستوى. اوكي ايضا اسمح لي ايوب لان هذا جاي في المحور الثاني باش نزيدوا نفصلوا شويه ونربطك بالحديث اللي درتي عليه على مراكز التكوين داخل كره القدم باش تهضر لنا على المشروع ديال 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 الجامعه اللي كتشوف فعلا انه هو مشروع ناجح واعطانا بعض النتائج اللي كانت ايجابيه وانتم بتجربتكم داخل مراكز التكوين لان غنهضروا على التصنيف كما قلت لي قبيله في الكواليس. فعلا احنا كنهضروا دابا غير على اهميه التكوين وشنو هما الاسس شنو غير الاسس ديال التكوين. درنا على تكلمنا على الرغبه والاراده ديال المقررين في الشان الرياضي تكلمنا على المناهج البيداغوجيه والرياضيه تكلمنا على مؤسسات التكوين يعني اي مؤسسه التكوين خاصو يكونوا حاضرين بالهيكله ديالهم بالتنظيم ديالهم بدا والعامل الرابع اللي هو الاطر الاداريه والتقنيه يعني الاطر الاداريه والتقنيه خاصها تكون ونتكلموا على التقنيه اللي كادر تكنيك خاصو يكون متخصصين في مجال التكوين يكون شخص عنده كفاءات علميه عنده خبره عنده معارف عندها علاقه بالتكوين دونك الا توفروا هاد اربعه الشروط اللي ذكرنا دابا الا توفروا فاكيد التوجه ديالنا سليم وصحيح وغادي يشق طريقه ديالو لتحقيق اهداف المتوخاه. سي ايوب يعني انتم هضرتوا على مركز التكوين وهضرتوا على اشرتوا المزاد ديال النقط اللي هي مهمه سواء المناهج المرجعيات بطبيعه الحال المرجعيات العالميه في التكوين ثم المناهج البيداغوجيه ثم الاطر اللي خصها تكون كفؤه حتى يمكن تنزيل ديك تلك الاستراتيجيات ولكن بحكم تجربتكم داخل المركز التكوين ديال نادي الوداد البيضاوي لان هو واحد العامل اللي هو مرتبط يعني افقيا تعطيك واحد الصوره ايجابيه لان الا مشينا في التكوين نقدر ننجحوا التكوين يعني بهذا المؤشر اللي هضرت عليه منتهيه فعلا الى فعلا اي نادي ولا اي مؤسسه خاصها تكون حتى اكاديميه او مركز تكوين اي نادي فاكيد احنا دائما كنقولها اللبنه الاساسيه ديال تكوين اي نادي كان هو كان عنده مشروع رياضي ومشروع اجتماعي صحيح مشروع رياضي اللي هو تطوير الممارسه على المستوى المحيط اللي فيه هذيك المؤسسه الرياضيه على ذاك النادي وايضا تكوين لاعبين على اساسيات مبادئ كره القدم وايضا على المستوى الاجتماعي كنتكلموا على القيم الاخلاقيه اللي كتحملها كره القدم خاصنا كيفاش نربيو هذوك الوليدات تكون عندهم تربيه سليمه وتربيه خلقيه مبنيه على الاخلاق وايضا تكوين هذوك المؤطرين يعني خصنا نساهموا ايضا بتكوين المستمر ديال المؤطرين اي نادي اي مؤسسه رياضيه عندها في اللبنه الاساسيه ديال التكوين ديال التنشئه ديالها مبني على هاد جوج عوامل الرياضي والاجتماعي فاكيد اي نادي كره القدم فبين المسؤوليات كنتكلم هنا اخي احمد على المسؤوليات بين المسؤوليات ديالو هو تكوين الناشئ الا انه التوجهات الاخيره ديال الانديه ديال واحد المجموعه ديال الانديه مشينا في ليكيب بريمير ولكن هنا اخترقت لنا ازمه مؤخرا ازمه في السنوات الاخيره لان بقينا كنديروا الاستثمارات على مستوى الفريق الاول ونسينا الخلف لان بالخطرات يمشيو الى بالخطرات ان ملي يكون عندك خلف فاكيد الخلف راه كيعزز وكيطعم الفريق الاول وهذا غادي غيساهم ايضا في موارد ماليه ملي غادي تلعب واحد اللاعب اللي تكون عندك داخل النادي وكيلعب في الفريق الاول فاكيد ملي غادي ليه واحد لو ترانسفير واحد انتقال على مستوى الدولي غتستافد منه ماديا درتي 3 ولا 4 كونتيهم بالسهوله ولا انت غتستافد وغتكون استفاده وتست غتستافد على الفريق الاول لان انت كونتي كما كنقولوا لاعب ديال النادي ضحيح واليوم كتشوف التجربه ديال نايف اكرد اللي هناك احتمال انه ينتقل في الدوري الانجليزي من الفريق اللي كيلعب الى فريق اخر وغيستافد فريق او نادي اتحاد فتح الرباطي من واحد النسبه مئويه في ذاك الانتقال على ما اعتقد
حسب يعني ما يروج الآن. اليوم سي أيوب إحنا كنعرفوا لأن هناك طبعا الحال مؤشرات ديال النجاح ديال الأكاديميات والتكوين في مراكز التكوين. هناك هنا مؤشرات ديال الناس اللي خصها تكون ضرورية هذه المؤشرات. إلا ما كانتش المؤشرات غتنعدم النجاح ديال التكوين. واللي حشرتوا ليه قبل قليل اللي حب واللي وقفتكم باش عاد نجري من بعد. فعلا ملي كنتكلموا على اليوم كاينين ثلاث كاينين جوج انواع ديال المؤسسات. كاين مدارس كرة القدم، مدرسة كرة القدم، وكاين الاكاديميات ومراكز التكوين. ياك بالنسبه للمدرسة كرة القدم اخي احمد، فالهدف ديالها واضح. يعني المدرسة كرة هو من 6 سنين 12 سنة الهدف ديالها واضح، هو اكتشاف كرة القدم، ديكوفير دو لاكتيف فوتبول، والتعلم ديال مبادئ كرة القدم، لي زابي سي ديال 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 دي الرياضة ولا ديال النشاط الرياضي كرة القدم. مزيان، ملي كنجيو للمرحلة ديال الأكاديميات والمراكز التكوين، فأكيد هنا كنتحدثوا على مؤسسات اللي عندها دو بول، عندها لو بول سبورتيف ولو بول سكولير. عندها هاد لي دو بول، يعني هاد المؤسسات اكيد ما غادي تعطيها لاغريمو باش تشتغل الا وخصها تكون عندها احترمت واحد مجموعه ديال الضوابط، واحد مجموعه دفتر تحلو كيتشارج ضروري تكون احترمات. مزيان، دونك هنا ملي كيبداو يشتغلوا هاد المؤسسات، ملي كيبداو يشتغلوا هاد المراكز تكون هاد الاكاديميات، اكيد حنا كمراقبين وك محللين، فاكيد واحد الظرفيه ديال 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات 6 سنوات ديال الشغل والعمل خاصنا نقولوا شنو هي المردوديه. يعني تنديروا التقييم. عطاك الصحه سيدي احمد، لان الا ما درناش تقييم ديال العمل ديال هذه المؤسسات، تقييم ديال المؤسسات علاش مبني؟ دابا هذا السؤال، علاش مبني تقييم ديال هاد المراكز التكوين؟ ولا مبني على مؤشرات ديال النجاح ولا المؤشرات ديال الانجاز، كنسميو لي زانديكاتور دو بيرفورمانس كابي. دونك هاد المؤسسات كاينين ربعه ديال المؤشرات، كاينين ربعه. المؤشر الاول هو عدد اللاعبين المدمجين داخل الفريق الاول. دونك هاد الاكاديميه ولا هاد المركز التكوين، فاكيد ملي كيحضر خصنا نشوفو كم عدد اللاعبين اللي انتغري في ليكيب ديال الكلوب. هذا المؤشر الاول. المؤشر الثاني كنتكلموا على عدد اللاعبين اللي كيمارسوا في الانديه الاحترافيه في القسم الاول والثاني. دونك اكاديميه كتشتغل كدير له ترانسفير ديال هذيك اللاعبين للانديه. العامل الثالث والمؤشر الثالث خصنا نشوفوا نسب النجاح ديال هاد اللاعبين وحصولهم على شواهد مدرسه، يعني حصولهم على البكالوريا او حصولهم على واحد ديبلوم من مراكز التكوين بروفيسيونيل او اف بي تي مثلا التكوين المهني. هذا مؤشر. رابع من بين مؤشرات النجاح هو ايضا عدد اللاعبين منادات عليهم في التربصات الاعداديه على المستوى الجهوي وعلى المستوى المنتخبات. دونك حنا ملي غنكونوا كنجيريو كنديروا لا جيستيون ديال هاد لي ستركتور دو فورماسيون، كنحطو قدامنا هاد المؤشر، خصنا نحطوه ضربة لي زانديكاتور دو بيرفورمانس. الا حطيناهم باش نشوفوا لو روندمون لا بريستاسيون ديال ديك لا ستركتور، نشوفوا حتى لو روندمون ديال لو ستاف تكنيك مع لو ستاف ادمنستراتيف كيفاش غادي. دونك واش غادي اون باغالير ولا كاين هناك عدم توازن ولا واش ديك لا ستراتيجي دو طرافاي، يعني استراتيجيه العمل واش هي مضبوطه ولا فيها نواقص. دونك خاصنا ضروري نحطوا مؤشرات لي زانديكاتور دو بيرسون، نحطوهم ونبقاو دائما نراقبهم ونشوفوا كيفاش العمليه ديالنا. وحنا كنا دائما تنهضروا على ان هناك بطبيعه الحال هناك فرق سي ايوب، هناك فرق ديال على مستوى الاكاديميه ومراكز التكوين والمدارس الرياضيه واخا هضرت عليهم، ولكن بغينا نجيو نفصلوا فيهم شويه الفرق. يعني هناك فرق بسيط جدا غير واضح، ولكن اكاديميه تختلف على مركز التكوين. اخي احمد، الا بغينا نفصلوا في المعنى، ففي البدايه كنا مدرسه كره القدم. ياك قلنا مدرسه كره القدم هي في واحد المرحله السنيه من 6 ل 12 سنه. الاكاديميات ومراكز التكوين كينطلقوا من السن ديال 13 سنه حتى 18 سنه، ملي يعني في الفتره الزمنيه العمريه ديال الممارس. متفقين؟ مركز التكوين اكاديميه، ملي نقولوا اكاديميه ملي كنسمعوا كلمه اكاديميه هذا حيت معنى كبير. معنى كبير فعلا، المعنى ديالها واضح وصريح، اللي هو انها مؤسسه تكوينيه تربويه ورياضيه. يعني عندها جوج، ملي كنتكلموا على جوج يعني تكوينيه تربويه
تربويه ايدوكاتيف سكولير يعني عندها لو بول سكولير سكولير يعني التمدرس ديال الوليدات وهنا كيخضعوا للبرنامج دراسه ورياضه ياك. وكاين ايضا ما هو رياضي الشق الرياضي يعني لونطر لي زونط يعني التدريب لو بروغرام لو بروغرام سويفي لو سويفي سبورتيف ايت سيتا. دونك هنا كان المراكز التكوين كيبقاو غير تسميات تسميات ولكن شنو اللي كيدير الفرق؟ هذا السؤال. هذا هو السؤال اللي ما الفرق اللي شكون اللي يكون مركز تكوين او الاكاديميه شكون اللي عنده واحد الفرق اللي كيدير الفرق اللي كيدير هو على المستوى العمل الاشتغال على المستوى على لو برو داك السيرور على البروسيس دو بروسبكسيون. كنتكلموا على اول مرحله على بروسبكسيون تنقيب كنتكلموا على لا ديتيكسيون لا ديتيكسيون لا سيليكسيون لو ريكروتمون. دونك واش عندنا هاد السيرور سليمه وصحيحه ودرناها بالقواعد ديالها اولا كان فيها خلل؟ دونك هذا هو البرو. عاد كتجي من بعد واحد الحاجه اللي كنكردوش عليها هي الانتيغراسيون ادماج ديال الدماغ داخل المؤسسه. متفقين مزيان. كاين العامل الثاني اللي كيدير الفرق شنو هو؟ هو لو بروفايل ديال الكادر تكنيك. الا كان عندنا دي كادر تكنيك عندهم دي كومب انا كان دائما كنركز على كلمه كومبيتونس الكفاءه العلميه والخبره تعطيك الجوده ديال الاداء غتعطيك الجوده ديال الاداء وتعطيك الجوده ديال اللاعبين. صحيح. اما الا كان فوارق على المستوى الكفاءه فوارق على المستوى الكفاءات ولا مستوى المعارف والادراك كتكون هناك غيكون او غادي يكون خلل غيكون خلل في يعني ملي غنخرجوا هذاك لو برودوي فيني من غادي من الاسمات. وهذا ديال لو برودوي فيني تجرني واحد السؤال مهم واللي هو اللي كيعرف اليوم واحد لا طوندونس كبيره في المغرب هو داك بعض الاكاديميات اللي عندها تسميات بحال لا فرانشيز مثلا جو دي جوفنتوس باريس سان جيرمان كنشوف او الارسنال كنشوف مجموعه او برشلونه او ريال مدريد كنشوفوا بعض الانديه الكبرى العالميه اللي عندها هنا سوا ديزون مراكز تكوين. هل هذا الشيء مبني على قواعده كما تنهضروا؟ واش هناك اتفاقيات او توقيع اتفاقيات هنا؟ واش هناك اولا هناك يعني واش كاينه فرانشيز بصح جايبينها اولا غير ولا غير لا طوندونس اللي كاين؟ حنا كنعرفوا ان هاد الانديه الكبرى مثلا نهضروا على بيز في اندوفون الاجاكس امستردام ولا ارسنال دايرين مراكز حقيقيه ديال التكوين في 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 الدول ديال جنوب الصحراء مثلا في الساحل ديال كوت ديفوار ولا في تنزانيا ولا كاين هادو كاينين يعني كنشوفوا حتى الاطور ديال ديك المدارس كتكون تما حاضره وكدير لا ديتيكسيون كدير لا بروسبكسيون كدير لو سويفي لو كونتر باش كدير لو ريكروتمون و لانتيغراسيون على 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 مستوى الفريق الاول اللي كتكون عنده بطبيعه الحال في 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 في, في, في اوروبا. فعلا اخي احمد ملي لا بالعكس ملي ذكرتي هذه النقطه ديال هذه الاكاديميات اللي اليوم كتواجد في التراب الوطني انا كنشوفها ايجابي. علاش؟ حنا بغينا هاد الاكاديميه تيكونوا نشوفوا دوك الممارسات اللي كيداروا على المستوى الاوروبي نبداو نخدموا بهذوك المناهج ديالهم ويكون عندنا واحد التنوع على المستوى التكوين. لان ما تنساش واحد القضيه اخي احمد فكاين كيكونوا دي زيشونج ديال المدربين كيكون هاد الاكاديميات اللي كاينه كيشاركوا في دوريات اللي كينظموها على المستوى كيمشيو وليدات كيحتكوا مع المدارس الاجنبيه. كنشوف بان خبراء من ديك الدول كيجيو كيكونوا المؤطرين كنشوفوا هاد الاكاديميات كتشتغل بواحد الجوده كتشتغل بواحد لو سيستيم في لا جيستيون ديالها واحد لو سيستيم بروفيسيونيل. انا كنشوفها اجي نقطه ايجابيه انهم يكونوا عندنا اكاديميات من ايطاليا واكاديميات يكونوا من فرنسا ومن اسبانيا ومن دول اخرى. انا كنشوفها ايجابيه غير هنا المساله اللي مهمه ولا خاصنا نركزوا عليها هو توحيد المناهج هو توحيد الرؤيه هو توحيد النموذج ديال تكوين الناشئين. علاش؟ حيت الى لاحظتي معايا اخي احمد اليوم في كل منطقه في كل نادي كل واحد كيشتغل بطريقه صحيح متفق معايا. خصنا ننتبهوا لواحد المساله مهمه اللي هي هو ملي كان تكوين ديال اللاعبين الا كنا كنقولوا في راسنا بان كنكونوا اللاعبين راه ماشي كنقصدوا الا كان فقط تمارين رياضيه ديزيكزيرسيس تكنيك ولا ديزيكزيرسيس تاكتيك ولا هذا وكنقولوا راه حنا كنكونوا
واش هاد لي زيكزيرسيس تكنيك و تاكتيك ولا هاد زيكزيرسيس فيزيك واش هما واش هما ادابتي ادابتي واش هما كيتلائموا مع البروفيل ديال هذاك الوليد؟ هذا السؤال، واش كيتلائموا مع البروفيل ديال الوليد؟ واش كيتلائموا مع 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 الفئه ولا السن العمريه ديال هذاك الطفل ولا هذاك ولا هذاك المراهق ولا هذاك الممارس؟ واش واش هذوك يعني واش عندنا التوجهات ديالنا، التوجهات ديالنا في التكوين، التوجهات ديالنا في التكوين واش هي سليمه وصحيحه في هذاك في هذاك السياق؟ ملي كنتكلموا على النموذج اخي احمد كنتكلموا على على واحد النموذج يعني يعني شامل وكامل وكي كيقيس 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 واحد المجموعه ديال 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 العوامل. كنتكلموا على على المستوى شنو هو لو كونسيبت، شنو هو المفهوم ديال التكوين اللي بغينا نكونوا به اللاعب. وخا نبقاو انا وياك اخي احمد سنوات سنوات وحنا خدامين غير كنشوفوا غير لي زيكزيرسيس راه وحنا كنكونوا لا التكوين في اوروبا اولا في دول اخرى مبني على المفهوم. شنو كيفاش حنا كنشوفوا التكوين؟ علاش مبني؟ واش مبني غير حيت خصنا نبنيو التكوين على مجموعه ديال ديال العوامل؟ مبني على على المستوى الذهني، مبني على المستوى يعني الادراك، مبني على المستوى على المستوى البدني، مبني على مبني على المستوى المقارنه. اش من مقارب بيداغوجي غنستعملوا في اي مرحله سنيه؟ دونك مبني على واحد مجموعه ديال المستويات. وحتى السؤال سؤال على ما هو اجتماعي بطبيعه الحال، انتما الاطروحه ديالكم فهاد السياق هذا يعني لا كيسيون سوسيال فهادشي ديال ديال لا فورماسيون دي 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 جوار هل هي عندها أهمية ولا لا؟ لأن هذا راه مرتبط بطبيعة الحال. فعلا ملي كنتكلموا على الجانب الاجتماعي، الجانب الاجتماعي هنايا ما خصناش ننساو بأن ملي كنكونوا الوليدات فالوليدات محتاجين المرافقة الاجتماعية. هذا هو علاش؟ لأن إلا حطينا الوليدات في مراكز التكوين وما كانش واحد المرافقة، علاش؟ لأن كاين وليدات كيوقع لهم أن بلوكاج مونطال، كاين اللي كيكون عندهم دي بروبليم فاميليو، مشاكل اللي كيجيبوها معاهم كيجيبوها كنعرفوا كاين اللي كيقدر يكون مثلا حالات ديال ما بين الابوين ما كاينش كاينش دونك الوليدات كيكونوا محتاجين من بين السن ديال 13 سنه 13 14 حتى حتى السن ديال المراهقه، فالوليدات كيكونوا كيقولوا فراجيل. دونك الوليدات محتاجين المرافقه الاجتماعيه والنفسيه. دونك المرافقه الاجتماعيه والنفسيه كتحتم علينا حنا كمسيرين ديال هذاك المرفق ديال دي 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 المركز التكوين او الاكاديميه، خاصنا ضروري يكون معنا دي 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 يكون معنا اخصائيين في مجال المجال الديني والنفسي، اخصائيين مجال المجال الاجتماعي، باش هذوك الوليدات يقدر تكون القدره انهم يحاوروا ويقولوا شنو عندهم. وهذا هو اللي كنهضروا عليه هنا على مستوى الحكامه وتدبير التدبير يعني الحقيقي ديال مراكز التكوين. اليوم سي ايوب هناك نماذج كثيره، شنو هو النموذج اللي كيفرض نفسه اليوم باللي الاعتماد عليه في مستوى التكوين؟ مثلا كنقول على انه واش النموذج الفرنسي، النموذج الاسباني، النموذج الهولندي، اولا المغرب اليوم بحكم داك الحموله التاريخيه في مجال كره القدم اصبحت له هويه وخصنا نثبتوا بالهويه ديالنا. باش نجاوبوا على هذا السؤال، اولا كنشوف بان عندنا واحد عندنا واحد الهيستوريك، عندنا واحد التاريخ في مجال التكوين، ياك عندنا واحد الهيستوريك وعندنا دابا تجارب ميدانيه، وعندنا اكاديميه محمد السادس كره القدم كمؤسسه تكوينيه، وعندنا مركز محمد السادس فيما كمعلمه دوليه في التكوين، ماشي فقط المؤطرين ولكن حتى تكوين اللاعبين. فعندنا حموله، عندنا عندنا تجارب ميدانيه. دابا اليوم اليوم خاصنا نشتغلوا على توحيد 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 ديال التوجهات الاستراتيجيه ديالنا في التكوين. خاصنا اليوم انا كنشوف هادو مقترحات بين المقترحات اللي كنشوفهم انا، خاصنا نشوفوا خاصنا نخدموا على ان موديل لو موديل دو لا بيرفورمانس سبورتيف في الفوتبول، نموذج ديال الانجاز الرياضي في كره القدم. هاد لو موديل دو بيرفورمانس نشتغلوا عليه من 1972 وخبراء وباحثين في مجال فيزيولوجيا، مجال الفن النفسي، مجال الاجتماعي الرياضي اشتغلوا عليه. ياك كاين مجموعه ديال النماذج، اليوم حنا خصنا نشتغلوا على 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 لي لابوراسيون ديال واحد لو موديل. هاد لو موديل لا بيرفورمانس مبني على واحد مجموعه ديال المعطيات. المعطى الاول هو المعطى التقني، يعني شنو هما لي زابرونتيساج تكنيك، التعلمات التقنيه في كل مرحله سنيه، شنو هو البروفيل دونتري، شنو هو البروفيل سونتي، شنو هما لي بروسيس اللي غنحطوا على المستوى التقني، على المستوى التكتيكي، على المستوى البدني، البدني المستوى البدني علاش غادي نخدموا في كل مرحله، علاش غنخدموا وشنو هما لي زوبجيكتيف ديالنا في كل مرحله سنيه. كاين المستوى الذهني وهذا بحال نقولوا لو شينو مونكون في لو سيستيم دو لا فورماسيون. انا كنشوف بان
العامل الديني مهم بزاف، علاش؟ لان اللاعب الا كان دينيا بيان بريباري فغادي هذا غادي 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 اثر على المردوديه التقنيه والتكتيكيه. دونك كنشوف بان خاصنا نشتغلوا على هذا المعطى، لان المعطى مهم، لان احنا بغينا نداركوا واحد واحد سنوات اللي تاخرنا فيها في مجال التكوين، ولكن في هذه العشريه الاخيره من قياده سيف وزير القجاع رئاسه الجامعه الملكيه المغربيه هو الشاغل على واحد المستويات كثيره. واكيد بين حنا كاستشاريين اللي كنشوفوا الامور بان غادي في اتجاه صح، نزيدوا نشتغلوا على عوامل اخرى على هذا المحيط على هذه النقطه. كاين عامل اخر في الموديل، كنهضروا على المحيط المحيط ديال داك الوليد ولا هذاك اللاعب. خصنا نشوفوا شنو في لو كونتيكست سوسيال، خصنا اناليزي، خصنا نشوفوا شكون هما، خصنا نشوفوا حتى في هذا النموذج خصنا نشتغلوا حتى على البروفيل ديال المدرب. اليوم الكوتشينغ كنسميو الكوتش فورماتور. كوتش فورماتور ماشي هو الكوتش بيرفورماتيف. كوتش فورماتور خاصنا نشوفوا البروفايل ديالو، شنو هما الكفاءات الاساسيه اللي خاصها تكون عنده باش يشتغل مع الوليد. دونك الكوتشينغ ماشي هو الكوتش، ماشي هو الكوتشينغ تكنيك، يختار بطبيعة الحال. الكوتشينغ اليوم مع الوليدات مع داك الناشئين خاص يكون عنده واحد المعارف وعنده كفاءات، ماشي فقط ما هو تقنية وما بدأ، ما عنده معارف حتى على المستوى النفسي. علاش؟ لأن داك الوليدات محتاجين لاكومبانيمون، محتاجين المرافقة، محتاجين الإنصات، محتاجين التواصل، يعني خص يكون عنده دي كومبيتونس فلاكم التواصل فلاكومينيكاسيون. محتاجين ايضا كيفاش يجي لا جيستيون دو كارير، يعني كيفاش داك المؤطر وداك الكوتش يساهم ايضا في تدبير ديال المسار الكروي ديال داك الطفل. وايضا محتاجين واحد الكوتش اللي عنده كفاءات على مستوى التكنولوجي، لان باش يتوفر على هاد المعطيات. سي ايوب، وهذا الكلام ديالك غادي نحاول نتاكدوا، هو انه هناك مجموعه ديال المدربين كبار واللي يهضروا على هادشي ديال المدربين عندهم كفاءه في مرافقه الدراري، وانه اللاعب الا جا خصو يلعب، ما كنقلبش انا خصو يجي يلعب باش كيولف وباش كي باش كان هنا كنعرفوا بان واش هذاك المدرب عنده كفاءه ولا لا. سي ايوب، قبل ما ندوزوا لاخر محور اللي هو كيرتبط بالمؤلف اللي خرجته مؤخرا، بغيت نهضر معك على التجربه ديالكم سواء على مستوى في مدينه شفشاون مقارنه مع مدينه الدار البيضاء في الوداد البيضاوي. غتكون ديما عندك واحد 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 لا كومباريزون، لان حنا كنعرفوا بانه يعني الشريط اللي فيه تمركز بزاف ديال لا بوبولاسيون هذا اللي هو الشريط المتواجد على الخط الساحل واللي هو فيه تمركز الانديه الكبرى، وهذا شنو الفرق؟ يعني واش خرجتي بشي فرق؟ لان هذه تجربه بطبيعه الحال، دربتي في الشاون اللي هي مدينه صغيره وفي الجبال وهذه وفيها نوع ديال زعما نوعيه اجتماعيه مختلفه للنوعيه الاجتماعيه اللي كنا في الدار البيضاء اللي هو مدينه كبيره وفيها لا بوبولاسيون كثيره. انا نعطي واحد من خلال تجربه، وانا كنت مسؤول على مدرسه كره القدم ومدرب ديال فرق كبار في مدينه شفشاون، ومع التجربه ديالي في نادي الوداد في مركز التكوين، بين الحويجات اللي نقدر نشير لهم هو القدرات الحركيه. تعرف في المنطقه ديال شفشاون هي منطقه جبليه، كاينه مساحات المساحات يعني كبيره ديال الممارسه الرياضه في الجبال في الطبيعه في كاين لي سباس. دونك القدرات لي كاباسيتي موتريس، القدرات الحركيه ديال الاطفال تما عندهم كبيره. علاش؟ لان عندهم الفضاءات، عندهم ليسباس اوفير، عندهم فين يمارسوا يجري يلعب كما كيقولوا، يعني قدرات الحركه ديالو متطوره وكبيره. في الدار البيضاء انت تعرف كاينه البنايات الاسمنت، يعني الشاحه، جميع المناطق. فالوليدات ما عندهمش القدره في انهم يتحركوا ويلعبوا اكثر من ان الى مشاش النادي ومارس الرياضه في واحد النادي، فما عندوش مساحات في نيمارس. دونك هذا بين 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 الفوارق. انا كنظن بان هذه المناطق ديال الشمال ديال من جهه ديال تطوان طنجه شفشاون والمناطق المجاوره، فاكيد
أنا في المستقبل كنشوف بأن ممكن نخلقوا مجموعة ديال الأكاديميات ديال مراكز التكوين وغتكون تما غتكون ناجحة بامتياز لأن كاين واحد الحب ديال كرة القدم كبير تمايا وكاين يعني واحد نسبة كبيرة ديال الممارسين اللي نقدروا تما نشتغلوا عليها. أي وبشيء ذكر سمح لي غادي نزيد بسلت عليك في هذا المجال هو ديال التكوين في الجبال، واش ممكن نخلقوا يعني نماذج ديال مراكز التكوين مثلا في إقليم الحوز؟ حنا كنعرفوا على ان اليوم الاقليم الحوز تعرض لمجموعه ديال هناك زلزال هناك، ولكن يتضح لنا من خلال الرؤيه ديالنا والمزيره ديال ديك المنطقه لا هناك ناس اللي يمكن لهم نخلقوا منهم يعني دي ممارسين رياضيين على مستوى كما مثلا الشمال. ممكن في هذا الاقليم الحوزه نخلقوا اكاديميات. كنظن كاين انديه كره القدم اللي كتشتغل فاكيد انها الا اشتغلنا على هذه المنطقه اليوم خصنا نقولوا بان خصنا تكون عندنا واحد بنك معطيات على مستوى الممارسه اللاعبين في كل جهه. هذا البنك المعطيات شفنا عدد الممارسين وعدد الانديه وعدد الاكاديميات، فتما غتكون عندنا رؤيه على المستوى الاستراتيجي باش نقولوا باش ناخذوا لا ديسيزيون تاخذوا قرار على قتصدوا اشنو ممكن نخلقوا في هذاك المحيط الجغرافي. واش نخلقوا مدارس، واش نخلقوا انديه، واش تخلقوا جمعيات، واش تخلقوا مراكز تكوين. دونك خصنا ناخذوها في هذا بعين الاعتبار. هنا بغيت نرجع لواحد نقطه مهمه اخي احمد، هو فعلا اكاديميات اللي ما كاينين، مراكز تكوين كاينين، ولكن اليوم اللي خصنا نشتغلوا عليه واليوم كنشوفوه هو اللي كانت معايير لا كاليتي. خصنا نخدموا على الجوده. علاش؟ لان اللي مشينا انا وياك حنا كنشوفوا دابا كاينه اون كلاسيفيكاسيون، كاينه واحد كلاسيفيكاسيون ك ا بي سي، هذا مركز نوضعوا في كلاس ا كلاس بي كلاس سي. مزيان هاد لا كلاسيفيكاسيون اخي، مي اليوم خصنا نشوفوا ليفيكاسيتي. اييه خصنا نشوفوا الجو. يقدر يكون واحد المركز عنده جميع المقومات جميع المعدات جميع، ولكن ليفيكاسيتي ديالو يعني الجوده ديالو في العمل في لا جيستيون اقل من واحد اللي عنده امكانيات قليله بسيطة. ولكن عنده 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 ليفيكاسيتي في الاشتغال في العمل في يعني في انتاج لاعبين عندهم جوده يعني في البرامج البرامج التدريبيه ديالهم. دونك هنا ملي كنتكلموا على الجوده هنا كنتكلموا على واحد مجموعه ديال المعايير، كنتكلموا على البنيه التحتيه والمعدات، كنتكلموا على مستوى الكفاءه والخبره ديال الاطر التقنيه، كنتكلموا ايضا على المشروع الرياضي والبيداغوجي. اي مؤسسه كتكون اكاديمي خاص يكون ان بروجي بيداغوجيك وبروجي سبورتيف. كنتكلموا على المتابعه للسويفي سكولير ايديكاتيف. السويفي سكولير ايديكاتيف يعني خاص يكون حاضر في هذا المطار. المتابعه الطبيه سويفي ميديكال بريفونتيف يعني ماشي غير السويفي مثال بريفونسيون ديال الوليدات، وايضا التاطير الاجتماعي والنفسي اللي تكلمنا عليه قبل قليل. دونك هادو كلهم معطيات عندنا، وهذا هو اللي بغينا نمشيو فيه. التوجه الجديد اللي هو لو لابيل كاليتي. علاش؟ الا مشينا في هادو لابيل كاليتي غادي نخلقوا واحد التنافسيه ديال الاكاديميات، سواء كون اكاديميات تابعه الانديه او لا بريفي او لا خاصه او لا. دونك هادو لابيل كاليتي ضروري خاصنا نشتغلوا عليه. علاش؟ لانه هو اللي غادي يعاوننا في افق 2030. لان افق 2030 باينه قريبه 7 سنوات اللي كتفصلنا عليها. دونك خاصنا هادو لابيل كاليتي ضروري نشتغلوا عليه ونحطوا المقومات ديالو ونمشيو نديروا لاي مؤسسه بغات هادو لابيل كاليتي نمشيو نديروا لها المراقبه ونعطيوها لا حسي ايو باسكو راه ديجا لا فيدراسيون ماروكان دو فوتبول راه الا كومونسو طرافاي سور سا على هاد التنقيب على المواهب اللي غتعوض المجموعه اللي حققت نتائج كبيره في قطر 2022. سي ايوب باش نختموا معاك، عندي هنا فيديو واحد المؤلف ديالكم اللي هو غيد دو مانجمنت دي كلوب دو فوتبول ماروك. يعني شنو هي الاهميه ديال هاد الكتاب هذا؟ وانا في حقيقه عاده ما كنبغيش نتكلم على المؤلفات، ولكن هذا مؤلف اللي كيبان لي انه مزيان ويمكن تانسبيرا منه مجموعه ديال الناس اللي مهتمين بالشان التدبير الانديه الرياضيه في المغرب. الفكره ديال علاش خديتي بعدا الفكره؟ علاش بنيتي الفكره ديال صياغه هذا المؤلف؟ لان لاحظت بان مؤخرا في السنوات الاخيره كاينه ازمه تدبيريه داخل المؤسسات الرياضيه داخل انديه كره القدم. هذه الازمه بانت البوادر ديالها على مجموعه المستويات، بين المستوى الاول على المستوى التدبير المالي،
على المستوى التدبير القانوني، على المستوى القانوني، على المستوى ايضا تدبير الموارد البشريه، سواء اطر اداريه، اطر تقنيه، تكوين ناشئين، تكوين لاعبين، كاين ايضا على المستوى، على المستوى التواصل، على المستوى التواصل كاين لا كومونيكاسيون، كاين مستوى الحكامه داخل هذه المؤسسات. دونك هذه المعطيات، هذه المعطيات كلهم خلوني نفكر من خلال التجربه الميدانيه والتجربه العلميه، خلينا نفكر في صياغه واحد المؤلف اللي سميتو جيد، يعني دليل، دليل ديال تدبير الانديه كره القدم. هذا الدليل هو دليل ارشادي في لا جيستيون ديال ان كلوب بروفيسيونيل، ان كلوب بروفيسيونيل ميم لي حتى الاكاديميات والمدارس يعني يقدروا يستندوا ليه، لانه في واحد مجموعه المعطيات ديال التدبيريه والتسييريه. دونك في المحاور ديال هذا الكتاب حاولت نعالج واحد المجموعه ديال المحاور. المحور الاول كيتكلم على الشق الاداري والشق الاداري والشق القانوني. كنتكلم ايضا على المستوى تدبير الموارد البشريه. كنتكلم في من محاور هذا الكتاب كنتكلم ايضا على لا بيرفورمانس سبورتيف دو ليكيب بريمير، كيفاش ندبروا التدبير ديال الانجاز الرياضي ديال الفريق الاول، شنو هما علاش نبني الانجاز الرياضي. كنتكلم ايضا على شنو هما لي ميثود اي لي زوتي، شنو هما المناهج، شنو هما الاليات ديال الاجتهاد. صحيح اخويا احمد ملي كنجيو للنادي وكنبغيو نسيرو فاكيد خاصنا نكونوا عندنا دي زوتي، خاص يكون عندنا دي ميثود، مناهج، دي زوتي، دي ميثود اي دي مارش، يعني شنو هما اللي غنستعملوا باش نجيريو لو كوتيديان ديال لو كلوب. كيفاش نحطوا استراتيجي، كيفاش نحطوا دي زوبجيكتيف، كيفاش نحطوا ان بلان داكسيون، مخطط عمل، مخطط عمل في يعني في جميع المجالات. حيت داخل النادي كاين تقريبا واحد سبعه ديال المرافق اللي كنسيروا. كاين اولا كاين لا غولاسيون افيك لي بارتنير، علاقه بين لا جيستيون دو لا غولاسيون افيك لي بارتنير. هالاولى كنجيريو البنيه التحتيه، البنيه التحتيه ديالنا كيفاش نجيريو البنيه التحتيه. كنجيريو لا جيستيون ديال الادمنستراتيف فينانسيير، يعني التدبير الاداري والمالي، ها كيفاش خصنا كيفاش الاستراتيجيه والعمل كيفاش تكون. كنجيريو ايضا على مستوى الكره القدم، كره القدم النسويه، لانه ولات ضروري ولات مجبر الفريق يدير فرق نسوي. صحيح. كيفاش نجيريو لي سونتر فورماسيون، التوا قطاع بين القطاع الداخلي النادي، شنو كيفاش نجيريو هاد لي سونتر فورماسيون، لي سونتر فورماسيون لي زاكتيفيتي انيكس، متفق مع كيفاش نجيريو لا كومونيكاسيون، التواصل لا كومونيكاسيون مع جميع الشركاء داخل النادي. وايضا كيفاش نجيريو ليكيب ا ديال لو كلوب. ليكيب ا ديال كلوب ما فيهاش غير ليكيب ا، ما فيهاش غير لي جوار، فيها لو ستاف تكنيك، فيها لو ستاف ادمنستراتيف، فيها لو ستاف ميديكال ولو ستاف ميديا. كاين اربعه لي ستاف كيخدموا اون سينيرجي. كيفاش هاد لي كاتر ستاف خصهم يخدموا، كيفاش يشتغلوا، وكيفاش انهم تكون عندهم مردوديه كبيره. دونك هذا الكتاب حاولت ما امكن نلخص فيه هذه المعطيات بطريقه يعني طريقه دقيقه وبطريقه مختصره وبامثله نموذجيه، امثله حيه من الممارسه، من الممارسه الفعليه، وحاولت نعطيتها الممارسات الجيده اللي ممكن النادي يشتغل بها. وسيدي ايوب تبارك الله عليك، في حقيقه نعتقد لانه هي صوره هي صوره حقيقيه للواقع الحالي. حتى الانديه بطبيعه الحال كتفكر بهذا الشيء، عندها مسؤول اعلامي، عندها مسؤول اداري، عندها مسؤول ليتي المسؤول بطبيعه الحال اللي كيقوم بزاف ديال الحويجات، كاين نيغوسياسيون مع لي سبونسورينغ اي توسا. كنتمنى من الله على ان هذا الكتاب يلقى الطريق ديالو وشقى، لان حنا كنعرفوا لان هناك حققنا مجموعه ديال الانجازات مؤخرا على مستوى كره القدم، وكنتمنى على ان الانديه الان اللي عندها في حق لاقيه مشاكل تستافد من هذا الدليل هذا. وكنشكرك على الحضور ديالك وقبول الدعوه سي ايوب. شكرا اخي احمد، وشرف لي الحضور ديالكم، الحضور ديالي معكم في هذا البرنامج وفي قناه لو دي جي. نتمنى لكم التوفيق انتم والطاقم المرافق ديالكم في الاخراج، وشكرا لكم مره اخرى. تبارك الله سي ايوب. اذا ما بقى لنا غير ندعوكم متتبعي زاويه 90 ومتابعي لو دي جي تي في ولو دي جي راديو، ولنضرب لكم حلقه مقبله ان شاء الله مع ضيف اخر، والى اللقاء.